بينما فريق الوداد انطلقت على بركة الله أحداث اللقاء بصافرة الإثيوبي تسيما نجم الساحلي لا تحدث كثيرا، وبالتالي لا داعي للقلق أو التوتر أو الضغط على اللاعبين. عبد الله السعيد والله سلام باللغة العربية الفصحى أمام الأهلي من البداية، استيقظ وركز واصحى باللغة العربية الفصحى مع الأهلي، استيقظ وركز واصحى، اصحى وصحصح فوق، الأهلي رجع تاني فوق، نعم طب حبة فوق وحبة تحت، الأهلي من تاني فوق والوداد دلوقتي نزل تحت. الله 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 الله، مؤمن زكريا بداية، وأي بداية قيمة كبيرة لتركيز عالي وتحضير ذهني ونفسي، وقيمة كبيرة لمؤمن زكريا الجناح السحري للنادي الأهلي. ور على الثاني، لا 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 يا وليد، لا يا وليد، لا مش ممكن، فرصة عظيمة لهدف ثاني، فرصة عظيمة لهدف تاني. هداف النادي الأهلي في البطولة وليد أزارو صاحب هاتريك أمام النجم الساحلي، وأخطاء الدفاع الودادي زادت أكتر وأكتر بعد فاصل مهارات ومثلثات ومربعات، ولكن هربت راحت على طول إلى معلول، تعود من تاني، تصويب تاجاي ولكن إلى ضربة المرمى. ضغط أهلاوي قوي، تواصل للخطوط وتقارب للخطوط واستمرارية الهجمة، عناصر قد تكون غريبة وكلمات قد تكون صعبة. أفاول حكم اللقاء كل شيء، انطلاق ناحية اليمين على طول إلى محمد ونجم اللاعب الخطير والعرضية، ضربة الرأس وأول أهداف الفريق الودادي، أول أهداف الفريق المغربي للاعب الخطير أشرف بن شرقي يسجل، وتصبح النتيجة 1-1. لسه بقول لحضراتكم خطر جدا محمد ونجم الجناح الايمن، ونركز مع اشرف بن شرقي، ولكن عموما الهدف للوداد والتشجيع لجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي تشجع وتؤازر كما لو كان الاهلي هو اللي سجل الهدف، وكانها رساله للاعبين وبسرعه، ولا يهمك كان شيء لم يكن، نثق فيكم، سنعود، سننتصر، سنسجل تلقدم من جديد. على طول مؤمن زكريا تحركاته ذكيه، مؤمن زكريا من بين الاقدام والقدام يا ولد، ولكن اوفسايد. حلوه، مؤمن زكريا تحرك، ضغط عليه بقوه على طول من اوتارا اقصى اليمين تاني احتر مكان لاحمد فتحي، ادي الكره العرضيه، مش معقول يا جاه، ده احمد فتحي بقاله ربع ساعه مستنيها تعدي، ولما تعدي تغمض عينيك بالشكل ده، بص قدامك، بص حواليك، امام المرمى، اوعى تغمض عينيك كتير. ومحمد سعد وضربة الراس وفرصة، مش معقول، تاني من جديد على طول الى جاي، تروح لمؤمن زكريا، ولكن الاستلام الى وليد ازارو. الله على الفكرة الجميلة، تاني التحضير التاني، ولكن على طول تصدي. استخلاص، لعب على المساحة، لمسة واحدة يا مؤمن، ولكن على طول التفكير وهي معاك، ضربة الرأس من تاني أوتارا اللاعب البوركيني، فرصة ضربة جزاء ولا إيه؟ كرة المشتركة في التحام بدني قوي قوي. بص حضراتكم اللعبة دي، بص دي هي دي، عايزة عن قرب، أهي. بس والله ما لعبش على الكور، ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد، أيوة ضربة جزاء، لأنه ما لعبش على الكورة أبدا. أفريقيا ومرتين في السوبر، يا عمدة، هي ده وقته، هي دي قيمته، هي دي مكانته، ولكن القائم سبحان الله وكأنه اتحرك من مكانه، يا الله، عنده إحساس كبير جدا بالمكان، تركيز عالي قوي، يا سلام، خارج القائم اليمين تقريبا بأقل من يارده.